السلام عليكم، خاوتي ان شاء الله راكم بخير. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب حامد ميكانيك. خاوتي حبيت ندير لكم فيديو على هذا الانسان، حط فيديو في فيسبوك وراه يتساءل يقول هذه الخطه منين، والسياره تاعو راهي اون كليو او ميجا فيها محرك 1.5 دي سي. شوفوا كي نحي الغطاء منين يكب الزيت، لقينا واحد الخبطه شويه خشينه. هذه الخبطه على حساب تشخيصي راهي بيالا رايحه تطلق. الشيء اللي نصحوا به هو لازم في اقرب وقت يحب السياره وينحي الكارتر من تحت ويراقب البيال تاعو، حتى شكون يتم يمشي هكذا السياره راح قادر تكوني له. حطوا المحرك، شفتوا الغاز تاع الغازوال ديزل، لا كولا راه كارثه كبيره. وعلى بالكم باللي في الوقت الحالي لا بياس راهي غاليه. مالا اخي خذ حذرك، حبس وراقب وشوف ان شاء الله تكون حاجه خفيفه. خاوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذا الفيديو. نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد تاع الفيديوهات تاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو اخر ان شاء الله.